عندك تصريحات ساعات بتعمل لك مشاكل. ايوه. اترفع عليكي قضيه. قضايا؟ قضيه؟ انا بقول قضيه. أنا خلاص مشيها قضيه. انا بتاع القضيه. مشيها قضيه. انت مش مقدره مين قاعد معاكي يا شباب. انت لما تجي لك قضيه بتعليل قلتي انا بفرج ابني على كذا، انا حاكيه لابني كل حاجه. ولا قلت. انا كان هو ده. انا ولا قلت. كان هو ده. ما انا خلاص دلوقتي بقيت اطلب كارنيه الصحفي. عايز تعمل حوار معايا يا حبيبي، هاتي كارنيهك. بجد؟ وخلي رئيس التحرير يكلمني. بتعملي له فيش وتشبيه؟ طبعا. لا، مواقع الكترونيه غير مرخصه خلاص، لان انا بفرج ابني. وفي ام هتقعد تفرج ابنها؟ هو اي هطل في الكلام. انت ما قلتيش كده؟ لا، ده اتقال عن لسانك وانت ما قلتيهوش. وتعالي نراجع المصادر تاني واقول لك، انا الصحفي ده عمري ما شفته في حياتي، او البنت دي انا عمري ما شفتها في حياتي. هو انا قاعده يا جماعه احاسب على الفاتوره؟ كل صحفي وكل موقع الكتروني مش مرخص. لا، هو انا صدقت ده عشان انت في برنامج نفسنا عندك قلتي انا اللي بشوف وانا حره. انا بشوف. قلت ابني بيشوف؟ ما قلتش، هم قالوا. فده اتلف. انا حاسب على الفاتوره دي ليه؟ فانا تهيألي عايزه اقول تصريح اصخم عشان اخلص من التصريح الاولاني. سترك يا رب. خشي. خشي. سترك يا رب. وانا ما عملتش حاجه، انا قلت في ناس بتشوف بناء على المحرك اللي بيجيب لنا النتائج. هو يمكن ده تصدق لما انت في نفسنا قلتي انا بشوف، انا حره، قلتي حاجه يعني بالمعنى. يعني هو رد هزار اكتر يعني. زي ما انا قاعده بهزر معاكي دلوقتي. وعلى فكره رد هزار ده راح مكبر الموضوع وخلى الناس. انا بهزر معاكي ومتحمله كل نتائج هزاري. يعني بقول برضو اجابات غريبه. انا شايف. بس انا متحمله كل النتيجه. انا شايف. لان انا مش هقدر اغير من طبيعتي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانترفيوهات. عشان خاطر طول الوقت خايفه احسن حد ياخد مني تصريح. احسن في البرنامج يقطعه حته. لا، ما بتخافيش من التصريحات؟ عشان كده بسالك الاسئله دي، عشان كده عماله اقول لك تصريحات مجانيه بتطلعي بوم. ما انا مش عايزه اغير من طبيعتي، خايفه. خايفه ارتعب من اللي بيعملوه. فابتدي ابقى وانا بتعملي معايا انترفيو ابقى لا، احسن هم بياخدوا كل كلامي يقطعوه. احسن هم دايما يقولوا انتصار بت، احسن يقولوا ان انا لا، هيفقدوني هويتي. كده وطبيعتك كده والناس بتحبك وانت كده. هفقد هويتي طبعا. بيقول لك هيبقى زي الغراب اللي راس على السلم، لا طال غراب ولا فوق شافوه ولا لتحت سمعوه. انا هتحاول ابقى كده؟ لا، انا مش هسمح لهم يحولوني يبقى كده. عايزين يكتبوا يكتبوا، عايزين يقطعوا يقطعوا، عايزين يرفعوا قضايا يرفعوا قضايا. انا عندي 13 محامي، انا ماشيه ب 13 محامي. يا رب بقاش كده. بقول لك لو حصلت لك مشكله تعالي لي، مش هدفعك حاجه. عندي طبعا محامين. مش هتدفعي، ما تخافيش. يعني انا ممكن عشان نعتبرها تعارف. دي الجرأه؟ دي الجرأه؟ ولا انت عندك حته عنف لما حد بيجي عليكي بيضايقك بيزعجك؟ بصي، انا اخويا محامي اساسا. محمد اخويا محامي، وانا تجاره وكانت جنبي حقوق. فانا طول الوقت كنت اقول لنفسي، وانا ليه ما دخلتش حقوق؟ بس هي كلها نظري قوي. فطول الوقت كان نفسي ابقى محاميه. فلما حصلت مشاكل بدات اقرب شويه من المحاميين. يعني كنت لو اتعامل معاهم من بعيد. يعني ما كانش في وقت. بدات اقرب منهم واقرا معاهم واسالهم.